جديد وفلوق جديد. اليوم فلوقنا من بغداد، اكيد العاصمه بغداد الحبيبه، وتحديدا من جسر الشهداء. راح اشوفكم المنظر الحلو اللي انا حاليا دا اشوفه. مثل ما دا تشوفون، يا سلام، ماكو اجمل من هذا المنظر. ذاك ابو الطيب المتنبي، هذيك القشله، مثل ما تشوفون الساعه حاليا على جسر الشهداء، رايحين الى مدينه العاب السندباد. حاليا احنا وصلنا الى شارع حيفا. نزلنا من سياره، راح نركب سياره ثانيه نروح بها الى مدينه العاب السندباد اللي هي صايره يمنا صفر الشهيد. والله يسهل ان شاء الله علينا. حاليا وصلنا مدينه العاب السندباد اللي صايره يمنا صفر الشهيد. راح اشوفكم اياها من الخارج. كيف هذاك نصب الشهيد، وهاي مدينة العاب السندباد، يعني مجاورة الى نصب الشهيد. حاليا من البوابات الخاصة بالتذاكر راح نقص تكت وندخل للمدينة. شكرا جزيلا. مثل ما شفت دخولية المدينة 5000 دينار تقريبا 3 دولار، فخلنا ندخل لها. اعطاني هذا الكارت مكتوب عليه سندباد، سأوضح لكم اياه. مثل ما تشوفون مكتوب عليه سندباد لاند. حاليا بعد ما تجاوزنا ابو التفتيش، صاحب التفتيش، ابو التهلوايه، ما ابو التفتيش، يلا نقول ابو التفتيش، ماكو اشكال. هاي دخولية المدينة. اول ما تدخلون راح هذا المنظر امامكم، منا ايضا بوابات قطع تذاكر، بس ما اعرف شو وقت او كيف الالية مالتهم. المدينة صار عبارة عن قباب ذهبية، فتشبه تشبه قصر ايضا، قصر عراقي هنا بغداد بالعاصمة ايضا بهالقباب الذهبية. طبعا انت او اي شخص بهالعمر من يزور مدينة العاب، ما يزورها لانه بس مجرد يريد يلعب كم لعبه وكذا، لا لا لا، هي ذكرياته كلها مختزله بهاي الاماكن. هاي الخارطه مال مدينه الالعاب، دا تشوفوها مثل ما دا تشوفوها حاليا، سندباد لاند. طبعا الصبح كلش قليل، يعني او مو نقول كلش قليل، قليل نقول يعني مو مثل العصر او بالليل، لانه شمس حاره، و عادة العوائل تجي العصرية أو بالليل هيج وقت تجي، ما تفضل إنه هيج وقت أو الصبح تجي، لأنه هسه الصبح أغلب اللي موجودين حاليا هم طلاب مدارس، سفرات مدرسية. كلش حاب هاي اللعبة إنه أصعدها، شنو رأيكم؟ شوفون، ما أعرف والله، يعني هي خوف وبنفس الوقت تحدي مغامرة، فما أعرف صراحة أصعدها لا. حاليا راح اشحن لعبة على ما اركب بس هاي اللعبة، واركب لعبة كثير ما ادري، رايح الى المكان اللي خاص على مود اشحن بيه العاب. مثل ما تشوفون مكتوب K4 اشحن هنا. هنشوف، اعتقد الموظف ما موجود هنا، هنشوف مكان ثاني نشحن بيه لان الموظف ما موجود هنا. حاليا بعد ما شحنت اللعبة واحدة قيمتها 5000 دينار راح اركبها، تقريبا يمكن بس ثاني، يمكن اعتقد بس ثاني شحنت بهاي اللعبة، راح نركبها ونجرب ونشوف نتحدى نفسنا شوي. اللعبة اللي يريد نصعدها حاليا هي تخوف، بس يعني كنوع من المغامرة والتحدي. الله يسهل، الله يسهل الشعب. ركبوا، انا خايف صراحة. منتصرين لله. يلا راح اروح اجي.
جايين من دبي. رجعني مين راح ينزلني راح يجيبها؟ عاد ليش هيك يسوي؟ يخوفنا. والله شلون التصوير هاي للمتابعين هاي نصور لكم تصوير يخبل الجنة. شلون تصوير شلون؟ طبعا قلت اصور لكم يا تصوير يا فيديوهات يا فلوقات. الخوف يعني صعد مو طبيعي. الحمد لله واحد يقول على سلامة الموبايل اكيد لانه خفت عليه لياقة. جينا نصور هذا المنظر الحلو المطل على والله حتى اللعبة نسيتني الاماكن المطل على نصف الشهيد زي ما قاعد تشوفون هذاك نصف الشهيد. هاي مدينة العاب السندباد. تدرون بنفسي اجرب هاي اللعبة لعبة الطفولة لعبة السيارات بس ما اعرف يعني عندي واهس وما عندي واهس. يعني عندي واهس وما عندي واهس اجربها. يلا عيفة على غير يوم. الشمس قوية ما اقدر بعد يعني ابقى مدينة العاب اكثر من هذا الوقت. راح اخرج وحاليا اذهب الى المحطة اللي صايرة بالفرادة وان شاء الله فدا اقعد فيها يعني احتمال ساعتين او اقل او اكثر ونروح شارع ابو نواس على مود نحضر مهرجان الطائرات الورقية. والله هي تجربة حلوة بنفس الوقت متعبة لأن الشمس قوية منك الدخول ومنها الخروج. الحمد لله على كل حال. اجا باص مدرسي ما شاء الله الأعداد كلش هواي. طبعا أنا تفاجأت بالأعداد اللي قاعدة تجي هنا كلش هواي يعني سفرات مدرسية قاعدة تصير كلش هواي بالرغم هسه هي كلش حارة والصبح بس ناس. خلينا هسه حاليا نروح الى المحطة والله يسهل علينا ان شاء الله. حاليا وصلنا المحطة اللي تصير في منطقة الكرادة خارج راح نقضي فيها بعض الوقت وراح نروح الى شارع ابو نواس لحضور فعاليات مهرجان الطائرات الورقية. هاي قاعة المحطة لحظة البحث عن مخايب الرضا علوان من فرع الفرع ومن شارع الشارع وان شاء الله نوصل. الله يسهل ان شاء الله. والله اليوم اخذت تاكسي هواي احسن كلش هواي تمشيت بس على كل حال يسعد لي بس تعبان ومشيت هواي يمكن انا بال 20 دقيقه ما مشيت. الله يبارك فيك. بالنص ساعه دخلنا لبن رضا علوان وطلبنا قهوه بالشوكولاته حجم كبير. المكان من ناحية الوسع واسع أكثر من الفرع اللي موجود في محافظة كربلاء. من ناحية الترتيب أشوف ترتيب فرع كربلاء أكثر. من ناحية الطعم فهو ما يختلف لأنه براند واحد. حاليا خرجنا من برض علوان رايحين إلى شارع أبو نواس لحضور فعاليات مهرجان الطائرات الورقية. حاليا راح نركب الكرادة متجهين إلى أبو نواس. حاليا قاعد نتمشى بهذا الشارع اللي راح يصير نهايته مقابلة تمثال شهريار وشهر الزق. حاليا راح نتغدى مطعم درغون اللي يصير قريب على شارع ابو نواس وراها نروح للمهرجان بعد الغداء ان شاء الله. بالنسبة للطلب اللي طلبته طلبت نواشف ثلاث كباب مقلي جوياها باذنجان وبتياتا وطماطة حمص وجوياها زلاطة. حاليا بعد ما كملنا اكل ولله الحمد رايحين للمهرجان نشوف شنو الفعاليات. وصلنا تقريبا ساعتين من بالي نشوف شنو الفعاليات واذا اكو مجال للمشاركة نشارك. بس اترقبوا الفيديوهات اللي راح اصورها.
ما أعرف صراحة ليش طونا هذا. ما شاء الله كلش ازدحام. ما نسوي المهرجان. بشو تروان بعد عنا ما يصايد حكم صانع كاش بالديره في المار ما دام بالاشباح جايك نجح يقلعوا فلن شايفك حتى مو قاعد تشوفون هنا على السريع مسوين مثل دولاب الحظ في حاله ممكن يطلع له خصم 40% ممكن تطبيق على السريع نشوف هذا كيف يطلع له طيارات انا شوف قال لي طيار تريد بكره اضافينا وهذا خلينا نشوف بس دقيقه هاي شنو يسموه هاي الهنديه طيارات الهنديه صنعنا احنا هاند ميد بس المواد لا كانوا يسموها اسماء معينه طيارات هنداويه ورق الهندي هو بعض اسباب العراق إيه ورق هندي كربلائيه ايش اسمه طياره بس اريد ارجع ذكريات الطفوله بيه هذا 2500 هي والبكرة الطيارة الحمد لله وشكرا رب العالمين هنشوف فعاليات أخرى بالمهرجان إن شاء الله تستمتعوا بها هنا يلعبون بيس وفيفا وهنا منطقة حاليا أنا مطير طيارة هذيك الطيارة والله رجعت من أيام طفولتي منيت هد هل ترى حتى احنا احمد هال حمدان رواية جمال هاي الرواية اللي عندي رواية الجساس حاليا خرجنا من المهرجان كان شيء حلو صح فقرات شوية يعني ما منظمة او بعض الفقرات ممكن بس بشكل عام شيء حلو تغيير يعني يومك يتغير من خلال هاي المهرجانات والله تعبان مشيت من شهريار وشهر الزهر الى شوف السنه حاليا تقريبا بالنص ساعه الحمد لله